وإلى الجزائر، حيث توافد الناخبون في اليوم الثاني على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. قام سفير مصر بالجزائر مختار وريدة بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بمواصلة الإشراف على توفر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي.